قرر مجلس الوزراء منح جميع المحافظين صلاحيات الإحالة للمشاريع استثناء من تعليمات تنفيذ العقود. وبحسب وثيقة حصلت قناة صلاح الدين على نسخة منها، فإن مجلس الوزراء وافق على منح الوزراء والمحافظين صلاحية توجيه الدعوات المباشرة إلى الشركات المقاولة المنفذة للمشاريع داخل العراق، استثناء من أحكام المادة 5 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.